الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناه وعلانية من قبل أن
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم
وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه
عليه رحمة الله، الله يرحمه، رحمة الله عليه، نسمع عنه خير إن شاء الله، ربنا يجعلنا في أهل الجنة. آمين يا رب العالمين، اغفر لنا وله. قول يا عم الشيخ عليك يا عمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس يسعدك وروق بالك يزيدك تجلي ونور انت واللي يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تفضل تفضل اقعد اقعد. اهلا اهلا وسهلا سيدي. تفضل تفضل. قول له سيبني. طب معلش سيبه غايز بس نسمع القران معلش بهدوء. صلى الله عليه وسلم. من مكرب طب طب يعني انت اهلا وسهلا اهلا شفا مرحبا اهلا وسهلا عشان ايه اقرا على طول عشان هو تعبان. طب حاضر حاضر. ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عليك يا جماعه. الناس حلوه الناس حلوه.
ربنا ليقيم الصلاة وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإذ قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه عصاني فإنك غفور رحيم ربنا تهوي إليهم ورد
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي كبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعائي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللوالدي وللمؤمنين
يا دك. الله يفتح عليك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل بل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله الحمد لله ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا من قبل ما لكم من زواد وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
صدق الله العظيم. وإخوة الإيمان الإسلام استمعني لزاجكم العالم القرني طلعني فضيلة القار الدكتور عبد الناصر حرس القريب الاذاعه والتلفزيون الاذاعه المحليه نار الكهربائيه وكبرى مخازن فراشه الكبرى الحديثه دار الحاج احمد عطايا واولاده تحت دار المهندس ياسر احمد والسيد احمد المكذب زي البلد اخي المعز الكريم شكرا الله ويسعدكم جميعا.